السلام عليكم. من كان يظن أن مضيق باب المندب ثاني أكبر مضيق استراتيجي في العالم سيقع بيد إيران؟ بهذا التساؤل اعترف أحد قادة الحرس الثوري الإيراني بسعي إيران عبر أذرعها المسلحة للهيمنة على المنطقة العربية. أكد أن السيطرة الإيرانية على اليمن ومضيق باب المندب تمثل أكبر إنجاز للدولة الفارسية في السنوات الماضية. قاسمي أيضا كشف المراوغة وأزاح الستار عن الدور الملتبس لطبيعة التواجد الإيراني في اليمن قائلا: قيادتنا في إيران تعلن من باب المراوغة أنها لا تتدخل في الشأن اليمني، لكن من سيصدق هذا ونحن نقوم باستقبال جرح الحوثيين والتقاط صور السيلفي معهم كل يوم؟ من المواضح أن المقابلة تشير إلى أبرز الخيوط في المعادلة التي تخوضها ميليشيا الانقلاب لمصلحة إيران، ومن بينها اعتبار أن مضيق باب المندب أصبح في جعبة إيران وأذرعها المسلحة في المنطقة قبل أن يتم تحريره من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودا بالتحالف العربي لإعادة الشرعية. إذن ما الذي تشكله تصريحات قاسمي، خصوصا وأنها جاءت من داخل الدولة العميقة لإيران ممثلة بالحرس الثوري؟ وماذا يعكس التبخيص والتحقير الذي أبداه أحد قيادات الحرس الثوري لميليشيا الانقلاب بوصفهم بالشوارعيين والمتخلفين؟ حول هذا التساؤل أو هذه التساؤلات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، وسيكون معي في الاستوديو للنقاش الصحفي الأستاذ محمد الأحمدي. أهلا بك أستاذ محمد. مرحبا بك، أهلا وسهلا مشاهدي. إذن سنبدأ النقاش أستاذ محمد والسادة المشاهدين بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. أفصح أحد قادة الحرس الثوري الإيراني بصراحة لا لبس فيها أن إيران هي التي قامت بإسقاط اليمن وضمها إلى حصة النفوذ الفارسي بحسب قوله. هذه المقابلة التلفزيونية المترجمة تضعنا أمام الصورة الكاملة التي يؤكد فيها القيادي سعيد قاسمي توجهات بلده إيران للهيمنة على المنطقة العربية، مؤكدا بأنه لولا بعد المسافة بين إيران وبلاد المغرب العربي لكانوا قاموا بضم مضيق جبل طارق. أكد قاسمي أن الهيمنة الإيرانية على اليمن ومضيق باب المندب تمثل أكبر إنجاز للدولة الفارسية في السنوات الماضية، قائلا: من كان يظن أن مضيق باب المندب ثاني أكبر مضيق استراتيجي في العالم سيقع بأيدينا. وهي إشارة إلى أن مضيق باب المندب كان السمكة الضخمة التي تم تخليصها من الشبكة الإيرانية بعد تحريره من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودة بالتحالف العربي. ومضى قاسمي يحكي السردية الخمينية في اليمن وتوجهات بلده إيران للهيمنة على المنطقة العربية واستخدام الأذرع المسلحة في المنطقة لذات الغرض الإيراني الذي يأتي على حساب تقويض الدولة الوطنية والأمن الإقليمي. هذه المقابلة تأكيد جديد على حضور الحرس الثوري وقياداته خلف تحركات ذراعهم المسلح في اليمن، والنظر إلى ما يدور من توسع حوثي إنه توسع إيراني وسهام توضع في كنانة الإمبراطورية الفارسية التي أرادت أن تصوب تلك السهام نحو المجال اليمني والعربي تحت لافتة المقدسات الطائفية والتي من بينها حرم السيدة زينب كما أشار. تفاصيل أخرى أشار إليها قاسمي بعضها لا تخلو من التحقير والتبخيس بالميليشيا التي قدمت بلدا كبيرا بحجم اليمن كفأر تجارب لأوهام المشروع الخميني وجنرالات الحرس الثوري الذين وصفوا الميليشيا في نهاية المطاف بالشوارعية كمكافأة نهاية الخدمة. إذن أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمد الأحمدي. أستاذ محمد، مقابلة حديثة لأحد قيادات الحرس الثوري، كيف تابعت هذه المقابلة والجزء الذي ترجم منها للغة العربية بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي العزيز والمشاهدين، وشكرا مرة أخرى لقناة بلقيس على الاهتمام دائما بالقضايا والأحداث والتطورات التي تتعلق بالشأن اليمني. يا أخي العزيز، الخطاب الأخير والتصريحات الأخيرة للمسؤول عسكري إيراني حول باب المندب وطريقة تفكير الإيرانيين بأدواتهم أو نظرتهم للحوثيين كأداة استخدمت للسيطرة على منطقة باب المندب لها عدة دلالات. أولا، الدلالة الأولى ما يتعلق بأهمية باب المندب في الاستراتيجية الإيرانية وأطماع إيران في السيطرة على المنطقة العربية، وهنا نتحدث عن
جزء من صراع استراتيجي أو صراع مهم يمثل الصراع المائي لب هذا الصراع الدولي في المنطقة، ويعتبر باب المندب هو نقطة أو محور الصراع الذي يدور لمحاولة السباق للسيطرة عليه. النقطة الثانية، وهنا في تفاصيل كثيرة فيما يتعلق في الحقيقة بدء الصراع على باب المندب وعلى منطقة الخليج بشكل عام ومطامع إيران، ولا يقتصر هذا الصراع في الحقيقة حتى على مستوى التسميات، عندما تحاول إيران دائما إطلاق مسمى الخليج الفارسي على منطقة البحر الأحمر والخليج العربي، أو يعني حتى أبعد من ذلك من خلال محاولات تطويق دول الخليج العربي والدول العربية بشكل عام بأدواتها للنفوذ في مناطق يعني متعددة ومحاصرة الخليج العربي، دول الخليج العربي تحديدا، سواء من خلال السيطرة على العراق وسوريا أو أخيرا من خلال محاولة الإضرار أو اختطاف اليمن من خلال الحوثيين. الجزء الآخر والمهم أيضا ما يتعلق بالنظرة العنصرية للحوثيين، يعني تجاه الحوثيين بالنسبة لإيران. وفي الحقيقة هذه النظرة تنم عن ثقافة متجذرة حتى في وعي القادة الإيرانيين والحرس الثوري الإيراني. دعنا نعود لهذه النقطة لكن لاحقا. الآن بالنسبة لأن ميليشيات الانقلاب تبدو من خلال حديث قاسمي أنها، يعني قاسمي بالمناسبة هو أحد قيادات الحرس الثوري وهو قائد لما يعرف بميليشيات أنصار حزب الله، هل هذه هذا حديثه هذا يعني يثبت مجددا أن ميليشيات الانقلاب هي في مهمة إيرانية أو هم أذرع في يد إيران؟ بدون شك الحوثيون استخدموا منذ وقت مبكر في الحقيقة في غفلة من الدول الخليج تحديدا والدول العربية، استخدم الحوثيون، تم استخدامهم كقفازة للمطامع الإيرانية في المنطقة العربية. أود أن أشير في هذا السياق إلى أنه كان هناك في بداية أحداث الانقلاب في اليمن نشرت صحيفة الشارع الأسبوعية اليمنية رسالة مسربة من القادة الإيرانيين لجماعة الحوثيين تحديدا في فبراير 2015، يعني بعد تقريبا 4 أشهر من اجتياح العاصمة صنعاء. ومضمون الرسالة كان تحذيرات للحوثيين من الإقدام على السيطرة على باب المندب، لأنه بحسب الرسالة التي كشفت أو سربت سيثير حفيظة مصر، وبالتالي يمكن أن يؤثر على خطط إيران في السيطرة لاحقا على باب المندب. أيضا كانت الرسالة تتضمن التحذير للحوثيين من الاقتراب من حدود المملكة العربية السعودية، لأن هذا سيثير المملكة العربية السعودية وربما يقطع الطريق على إيران في بسط السيطرة على اليمن. يعني لكن ذلك كانت حدث إيران في نهاية المطاف، يعني هم قاموا بمراوغات أو قاموا تدريبات على ولكن لم تكن في الحقيقة على ما يبدو بالضبط، لم يكن تهور الحوثيين في الإقدام على اجتياح المدن، كان خلاف للنصائح الإيرانية. كانت إيران تعمل بناء على نار هادئة لالتهام اليمن دون أن تثير المحيط الإقليمي لليمن وخاصة السعودية أو المحيط العربي للانتباه لما يجري في اليمن أو ما يعتمل في اليمن. لكن تهور الحوثيين في الحقيقة سارع في وتيرة استشعار خطر المحيط الإقليمي لما يجري في اليمن، وأن المسألة ليست فقط مجرد انقلاب على سلطة شرعية في البلد أو حتى محاولة للعودة باليمن واليمنيين إلى عهد الإمامة والتخلف والكهنوت بناء على مفاهيم عنصرية قائمة على مزعوم الاصطفاء السلالي ونحو ذلك. كانت إيران تجري عملية التهام اليمن على نار هادئة كما أشرت، ويبدو أن الحوثيين أفسدوا عليها الطبخة من خلال الاستعجال والتهور يعني
محاولة بهذه التصرفات, بهذه التصرفات سواء على الحدود أولاً الانتقام أو كذلك. أنا في الحقيقة كنت تحدثت قبل فترة مع أحد المقربين من جماعة الحوثيين وقال أن هناك تياران في جماعة الحوثيين, تيار انتقامي وتيار كان يراد له أن يكون هو المهيمن على خطوات التهام اليمن. التيار الانتقامي هو الذي باشر بالقمع الوحشي وأيضا عمل على مضايقة وزير الدفاع الآن المسجون لدى أو المختطف لدى سجون الحوثيين, وأنه كان الأمور تسير وفق خطط معينة لالتهام اليمن أولا دون إثارة بعض القوى السياسية أو يعني بعض الأطراف الداخلية في اليمن, والأمر الآخر أيضا عدم إثارة حفيظة المملكة العربية السعودية أو الدول العربية بالحديث عن علاقة الحوثيين بمطامع إيران في المنطقة. ولكن هذا التيار الانتقامي أفسد الطبخة تماما و سرع في وتيرة التدخل العربي العسكري في اليمن, ربما العربي لما يحدث في اليمن, لما يحدث في اليمن, وبالتالي جاءت عاصفة الحزم في مارس. أريد أن أشير أيضا إلى أنه للأسف الحوثيون يعني كانوا يتوقعون أنهم سيستخدمون الإيرانيين وقوة حتى داخلية للوصول إلى السلطة والعودة باليمن إلى الحكم الإمامي, ولكن أيضا في نفس الوقت كانوا هم في الحقيقة قفازة لأكثر من طرف لاستخدامهم, سواء من طرف مثلا المخلوع علي عبد الله صالح للانتقام من خصومه السياسيين يعني معاقبة لهم على انضمامهم لثورة الشباب السلمية في 2011, أو أيضا حتى قفازة للأمريكان في سياق استخدامهم كميليشيا طائفية ذات بعد عقدي للحرب على ما يعتقدون أنه حاضنات شعبية لما يسمى التطرف أو الإرهاب في اليمن, وبالتالي يعني استخدموا في هذا السياق, بالإضافة أيضا إلى استخدامهم من طرف إيران ليكونوا جسر عبور للمشروع الإيراني لالتهام المنطقة. طيب دعنا يعني سنكمل الحديث في هذه النقاط, لكن دعنا أستاذ محمد نرحب بالمحلل السياسي الأستاذ الدكتور محمد جميح الذي ينضم لنا الآن عبر الهاتف. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا دكتور. سياسيا هذا التصريح الجديد لأحد قيادات الحرس الثوري سعيد قاسمي, أيضا قائد لما يعرف بأنصار حزب الله, تكشف يبدو أنها إيران تسعى للسيطرة أو تؤكد أن إيران تسعى للسيطرة على المنطقة العربية. هذه المقابلة ما الذي تمثله من وجهة نظرك سياسية؟ طبعا يعني هو التصريح يأتي في سياق تصريحات كثيرة يعني في هذا السياق. الإيرانيون ذكروا من قبل بأن حدودهم الجغرافية ليست الحدود الطبيعية, أو الحدود الطبيعية ليست الحدود الجغرافية إيران, وإنما هناك حدود أبعد من هذه الحدود وهي حدود الهيمنة. ذكروا أيضا باب المندب, وذكروا أيضا أن حدودهم تمتد إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط وغير ذلك. بل القيادي الحرسي السعيد قاسمي ذكر أيضا بأنه ربما تتعجبون لو أننا قلنا أنه يمكن الوصول إلى مضيق جبل طارق, بمعنى أن أبعادهم وأطماعهم تذهب إلى أفريقيا شمالا إلى المحيط الهندي. هذه هي الأطماع الإمبريالية التي تحدث عنها الإيرانيون التي أصبحوا لا يخفونها. لكن فيما يخص الوضع اليمني, هناك من حاول اليوم أن يستخدم عبارات قاسمي بأنها تدل على أن الحوثيين ليسوا مرتبطين بإيران, وإلا لما شن عليهم المسؤول العسكري الإيراني وقال بأنهم شيعة شوارع بين قوسين مع الاعتذار لللفظة. لكن بالعكس هذا هو يؤكد بأن الحوثيين مرتبطون بإيران. قاسمي يريد أن يقول بأن الشيعة في اليمن, ويقصد الشيعة الزيدية الحقيقية, هم شيعة الشوارع مكرر مع الاعتذار, ولكنهم بعد المرحلة الإيرانية بعد تثويرهم من قبل إيران, بعد أن نظموا وأطروا من قبل الإيرانيين, أصبحوا يشبهون شيعة لبنان وشيعة حزب الله. وبالتالي هو يريد أن يفرق بين مرحلتين. هو أتى حديثه في سياق يعني نعم الثورة الإسلامية بين قوسين في إيران وماذا أحدثت في المنطقة,
ويريد أن يستدل بأن هذه الثورة عندما وصلت إلى اليمن حولت الشيعة شيعة الشرارة، ويقصد بهم الشيعة الزيدية في اليمن، إلى شيعة ثوريين على غرار الشيعة اللبنانيين، والذين أرادوا أن يتملصوا من حكاية أن الحوثيين مرتبطون بإيران بفعل هذا التصريح هم إنما يحرفون الكلام عن موضعه. بالعكس، ويميز بين مرحلتين في تاريخ اليمن، مرحلة الشيعة اليمنية الزيدية وهي التي وصمها، ونحن يعني ضد ذلك التوصيف للشيعة الزيدية في اليمن، وصمها بذلك، والشيعة الثورية المرتبطة بولاية الفقيه وهي الشيعة في مرحلتها الحوثية التي امتدحها والتي قال فيها من كان يصدق بأنهم سوف يسيطرون على باب المندب. وبالتالي العلاقة العضوية هي واضحة في هذا الحديث حتى وفي غير ذلك، الممارسة على الأرض، يعني ألوانهم هي ألوان الثورة الإيرانية، شعارهم وشعار الثورة الإيرانية، محتواهم الداخلي ووسائل التدريب العسكري، طرائق التفكير، طرائق التنظيم الأمني والميليشاوي، التفرعات الأمنية، هي كلها صنعت في مصنع واحد، سواء كان هذا المصنع هذا موجود في إيران، وسواء كانت هذه المصانع الفرعية موجودة في العراق أو في لبنان أو في اليمن. المنتجات واحدة والمصنع واحد. طيب دكتور محمد، يعني الآن يعني يكثر الحديث حول أن الحوثيين عبارة عن قفازات في مشاريع كثيرة، إيران، علي عبد الله صالح المخلوع، دول إقليمية ربما أيضا. الأمر هذا إلى متى سيستمر برأيك؟ هل الحوثيين ما زالوا قفازات بأيدي هذه المشاريع، أم أنهم لديهم توجههم الخاص الذي يسعون إلى تنفيذه، وإن يعني التقى بشكل أو بآخر مع مصالح دول إقليمية أو مشاريع محلية أخرى؟ أنا أعتقد أنه ينطبق عليهم الوصفان. هم من ناحية مثل بلطج الحارة، يعني عندما يريد بعض أهل الحارة أن يؤدبوا بعضا منهم يلجأون إلى هذا البلطج من أجل تأديب الجزء المتمرد أو الجزء الذي يريدون له الضرر بهذا البلطج. يعني أصبحوا قفازات على عبد الله صالح، يعني قفازات أيضا لقوى إقليمية ممثلة في إيران، وأيضا في وقت من الأوقات دون نشعره كانوا يقاتلون أيضا مع الأمريكيين لحظة من اللحظات. لكن بالمقابل لا شك أنهم لديهم قدر كبير من الذكاء الذي يجعلهم يخدعون الآخرين ليوهموهم بأنهم مجرد قفازات، وهم نعلم جميعا بأن لديهم المشروع ولديهم الفكرة ولديهم الطموح، ولا ينقصهم المدد ولا التمويل العسكري. وبالتالي هم من وجهة نظرهم لديهم مشروع، الآخرون ربما يرونهم مجرد قفازات. لكن في حالة علي عبد الله صالح الحوثي، كل منهما يرى يلعب بالآخر في كرت، لكن في الأخير من سينتهي كرتا ومن ينتهي لاعبا؟ يعني لا نعرف بالضبط حقيقة هذه اللعبة وهذا الترابط بين الفريقين، من هو الذي سينتهي ككرت ومن هو الذي سينتهي كلاعب منتصر. طيب دكتور محمد، الآن هذا التصريح لم يكن تصريحا وحيدا بالنسبة، يعني سواء من إيران أو من آخرين تجاه أن الحوثيين هم أداة لإيران. الحكومة الشرعية سياسيا كيف يمكن أن تتعامل مع هكذا تصريحات؟ كيف يمكن أن تبني عليها؟ كيف يمكن أيضا أن تقوم بعمل يدفع لإنهاء هذا الرهان الإقليمي على ميليشيات موجودة بداخل اليمن؟ الحكومة عليها أن تتجانس أولا في داخلها، عليها أن لا يكون هناك أطراف حكومية ربما تكون أقرب في رؤاها وطروحاتها للحوثيين منها إلى أطراف أخرى داخل هذه الشرعية. على الشرعية أولا أن تثبت أنها جهة واحدة وأنها متناغمة ومنسجمة، وأنه لا توجد هذه التباينات القبيحة التي نراها ونسمع عنها، وهذه الممارسات التي لا تشعرنا بأننا أمام معسكر شرعي واحد، وإنما أمام معسكرات متباينة داخل مؤسسة الشرعية، منها ما هو جهوي مناطقي تشطيري، ومنها ما هو حزبي، ومنها ما هو قبلي وما إلى ذلك. على الحكومة أولا أن تتصرف كحكومة واحدة وليس كحكومات أو كمنظومات أو كلوبيات داخل مؤسسة الشرعية. عندها يمكن توحيد الخطاب إزاء الحوثيين، يمكن أن تبدأ بوضع الحوثيين على لائحة الإرهاب، يمكن أن تركز على ربطهم بإيران، وأن تقوم بحملة دبلوماسية وإعلامية مكثفة لإظهار المساعدات الإيرانية لهذه الميليشيات المتمردة على المستوى السياسي، بإبقاء
سفارة اليمن في طهران مفتوحة نشغلها الحوثيون، على الرغم من أن القيادة الشرعية سحبت السفير وقطعت العلاقات، وإن على مستوى الدعم العسكري بتهريب السلاح، وإن على مستوى الدعم الإعلامي وما إلى ذلك، هناك يعني حملة دبلوماسية ينبغي أن تنظم في الأمم المتحدة وفي عواصم القرار في العالم بهذا الصدد. لكن بما أن الحكومة اليمنية لا تتصرف كوحدة متجانسة، فإننا للأسف الشديد لا ننتظر منها أن تقوم بهذا العمل. والحوثيون هم بالمناسبة ليسوا أقوياء، ولكن هم أقوياء أو يظهر أنهم أقوياء حتى هم في أضعف حالاتهم، لأن الطرف الآخر يظهر بأنه ضعيف حتى وإن كان قويا، لأنه للأسف الشديد لا يدرك مكان القوة لديه. إذن أشكرك دكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. أعود إليك أستاذ محمد الأحمدي. يعني من اللافت حديث سعيد قاسمي على باب المندب، في البداية قال باب المندب هو جزء من البرنامج ويمثل عنده أو من جزء من برنامج الدفاع عن حرم زينب، هناك مصطلحات تخص العقيدة التي لديه. بعد ذلك قال أنه حتى قبل سنوات من كان يظن بأن مضيق باب المندب الذي يعتبر ثاني مضيق استراتيجي في العالم يقع بيدهم. تحدث أيضا أن كل من تضع بيده خريطة ما حدث سيعلم حجم العمل الذي تم، وأنه بالنسبة له أكبر من انتصارات كثيرة حققتها إيران. هناك أهمية كبيرة تعول عليها إيران بالنسبة لباب المندب. هذا الزخم هل يستحق بالفعل ما يحدث أو ما يقال عنه؟ أولاً أخي العزيز اسمح لي أن أعقب فقط بنقطة بجزئية تؤكد ما طرحه الدكتور محمد جميح بخصوص الخطاب المسؤول العسكري الإيراني، وأنه يعني يؤكد علاقة الحوثيين بإيران وليس العكس كما يحاول البعض. أود أن أشير إلى أنه حتى في ملازم حسين بدر الدين الحوثي مؤسس جماعة الحوثيين كان هناك في كثير من محاضراته التي فرغت ضمن هذه الملازم طعن واضح وذم واضح ضد الشيعة الزيدية في اليمن، وبالمقابل إشادة كبيرة بالثورة الخمينية وبالجمهورية الإيرانية، وهو ما يعزز يعني القول بأن علاقة الحوثيين بإيران علاقة وطيدة منذ وقت مبكر، وأنه حتى بعض مراجع الشيعة الزيدية في اليمن كان لهم مواقف ضد الحوثيين بسبب الانتقادات التي كان يمارسها. وهذا كان واضحا في الحروب الأولى ضد الحوثيين. نعم، حتى وصلت إلى حد تكفير الحوثيين لأنهم صاروا جزء من المذهب الجعفري الاثنى عشري الإيراني، وجزء أيضا من يعني الثورة الخمينية. طيب لماذا استراتيجيا الآن، إذا ما عدنا للسؤال، لماذا استراتيجيا ترى إيران باب المندب بهذه الأهمية الكبيرة بالنسبة لها، وهي الدولة التي تتواجد بالقرب من مضيق هرمز أو تشرف على مضيق هرمز بشكل أو بآخر؟ يعني أولا من الواضح أنه باب المندب يحظى بأهمية استراتيجية كبيرة، لأنه يعني يمثل يعني ممر لأهم خطوط إمدادات الطاقة عبر العالم من الخليج إلى مختلف دول العالم، وبالتالي وهو جزء أيضا منطقة مهمة في الصراع المائي كما أشرت في بداية الحلقة، وهو الصراع الذي تدور حوله كل هذه التجاذبات الدولية. وبالتالي عندما تضع إيران عينها على باب المندب فهي يعني تحاول وضع يدها على واحد من أهم ممرات إمدادات الطاقة في العالم، وموقع استراتيجي كبير، وهو جزء من طموحاتها الفارسية لاستعادة يعني ماضي الإمبراطورية الفارسية. ولكن هذه المرة للأسف الشديد باستخدام قفازات يعني تدين بالولاء لإيران. هذه القفازات جزء من المجتمع العربي، أو كان ينظر إليها على الأقل أنها جزء من المجتمع العربي أو من المجتمعات العربية، لكنها للأسف قبلت أن تكون مجرد أدوات وقفازات في يد إيران، وجزء من مشروعها التوسعي على حساب الهوية الإسلامية والعربية. وبالتالي عندما تتحدث أو عندما نتحدث حتى الوطنية أيضا، وحتى الوطنية عندما نتحدث عن مطامع إيران في باب المندب، يعني جزء من الصراع الدولي الكبير، ويمثل نقطة مهمة
أو موقع مهم في سياق المشروع الإيراني في المنطقة. طيب دعنا أستاذ محمد نذهب إلى فاصل قصير بعده نستأنف الحوار. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أعود إلى الأستاذ محمد الأحمدي ضيفي هنا في الاستوديو. أستاذ محمد، مضيق باب المندب كذلك تحدث عن مضيق جبل طارق بشكل أو بآخر، إذن هناك تركيز كبير بالنسبة للإيرانيين حول الممرات المائية، هناك تركيز دولي كبير على الممرات المائية، وهناك لاحظنا أن عندما تضرر أو كانت هناك خطورة كبيرة بالنسبة سواء للمدمرات الأمريكية أو السعودية أو الإماراتية، كان هناك تحرك كبير من قبل هذه الدول لحماية هذه يعني لحماية هذا الطريق المائي. إذن الحكومة الشرعية هل لها في وفقا لذلك أن تقوم ب يعني إعطاء اعتبار أكثر لقيمة اليمن المحورية في المنطقة بأن تتحدث بصوت أعلى في سياسيا برأيك؟ يعني للأسف الشديد أخي العزيز، حتى عندما نتحدث عن الأهمية الاستراتيجية لباب المندب نود أن أشير إلى أنه كان هناك ضعف في تأثير اليمن على هذا الممر بسبب التدخل الأمريكي في وقت من الأوقات لحساب إسرائيل كما يشير الباحثون في هذا السياق، وبالتالي ضعف التأثير اليمني رغم أن اليمن لها أولوية في الإشراف المباشر بحكم القرب الجغرافي من ممر مضيق باب المندب، ولكن بسبب التدخل الأمريكي المباشر لحساب إسرائيل عمل على تقويض هذا التأثير تدريجيا. بعد ذلك حصل أنه في فترة من الفترات أثيرت العديد من التجاذبات بسبب أعمال القرصنة في البحر الأحمر، وكانت ذريعة للتهافت الدولي العسكري على هذه المنطقة، وشكلت قوى ودوريات لحماية الممرات المائية لتأمين خطوط إمدادات النفط كما أشرت من الخليج العربي من دول الخليج إلى مختلف أنحاء العالم. بالنسبة للحكومة اليمنية ودورها يفترض أن يكون أن تعي أولا أهمية هذه المنطقة الحيوية بالنسبة لليمن، أولا سواء من الناحية الاقتصادية أو الجيوبوليتيك، وبالتالي أن يكون هناك خطوط واضحة لعمل أو منهجية الحكومة اليمنية الشرعية للتعامل مع قضية تأميم باب المندب واستعادة النفوذ اليمني والتأثير على هذه المنطقة. في نفس الوقت يجب أن يكون هناك أيضا إسناد عربي أكبر لجهة خاصة بمواجهة يعني هذه المشاريع. نعم، خصوصا أنه نتذكر للأسف الشديد كان هناك تأخر كبير في عملية حسم منطقة الساحل الغربي طيلة هذه الفترة، ربما كان هناك اعتبارات عسكرية، ولكن أيضا بسبب ربما بعض الإشكاليات لدى أطراف معينة في التحالف العربي عملت على إعاقة تحرير الكثير من المناطق اليمنية من قبضة الميليشيات الحوثية، وهذا سهل أولا للحوثيين استمرار تدفق الأسلحة عن طريق البحر والسواحل المفتوحة، الأسلحة الإيرانية لميليشيات الحوثيين، وبالتالي كانت تكلفة استعادة الساحل الغربي تتعظم بشكل أكبر. تضاعفت أكبر. طيب دعنا نشرك معنا في الحوار أستاذ محمد الباحث في الشؤون الإيرانية سيد عدنان هاشم. أهلا بك أستاذ عدنان. أهلا وسهلا بك عزيزي وضيفك الكريم وبالمشاهدين الكرام. حياك الله أستاذ عدنان. لو تحدثنا عن تحليل المضمون الفكري لمقابلة سعيد قاسمي، هل هي امتداد للسردية الخمينية التي ترى لها رؤيتها الخاصة للمنطقة والعالم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد بأن السرديه الخميني التي تتحدث عنها هي عبارة عن تصدير الثورة الإيرانية، وهذا التصدير هو موجود في الدستور الإيراني، بمعنى أن تكوين الدولة الإيرانية أو تكوين الثورة الخمينية التي أنجبت النظام الحالي في إيران هي تقوم على أساس عملية تصدير الثورة، تقوم بإعادة المشاكل الخارجية التي تعرض لها لزيادة نفوذ النظام الإيراني في الداخل. لاحظ أن خطاب قاسمي يتحدث بشكل كبير وواضح بأنهم لن يتخلوا عن باب المندب. هو يرى أيضا بأن باب المندب يمثل أشبه بمركز السيدة زينب. الخليط الفكري العقائدي في منهجية تصدير الثورة هو ما يساعد بشكل كبير على بقاء هذه التكوينات أو الجيوب الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط أشبه بخلايا نائمة حتى بعد عمليات قمعها أو ومواجهة تمرداتها. أعتقد بأن إيران لن تتخلى عن باب المندب بهذه السهولة التي يحاول أن يصورها الإعلام الإيراني والعربي بأن إيران ستعمل على عملية مقايضة بملفات أخرى. أعتقد بأن إيران تعي جيدا أهمية باب المندب، ولذلك ستسعى كل جهدها على عملية استعادة أو التأثير على هذا الممر الحيوي. الحوادث التي قامت بها إيران خلال الفترة الماضية في أكتوبر 2022 استهداف سفينة إماراتية وسفن أمريكية وأيضا استهداف لسفينة أسبانية، كل هذه الحوادث تشير بأن الحوثيين يمتلكون سلاح بحري متطور لم يكن موجود لدى اليمنيين، وهذا السلاح بالتأكيد هو ينتمي إلى الجمهورية الإيرانية وقامت بعملية تهريبه للحوثيين. طيب، هذا الكلام الذي ورد في المقابلة ورد على لسان أحد قيادات الحرس الثوري، إذن هذا الدعم الذي يحظى به الحوثيون هل يحظون به من هذه يعني الفصائل المسلحة بداخل إيران أو يعني الكيانات المسلحة بداخل إيران أو العسكرية بالأصح، وليس من الجهات السياسية بداخل الدولة؟ هل يعني يفهم أن هذا الدعم الحوثيين فقط من هذه المناطق أو هذه التيارات؟ أعتقد فهم النظام الجمهوري الإيراني أعتقد أنه مختلف جدا. من يسير العملية السياسية والدولة الإيرانية كانت السياسة الخارجية والسياسة الداخلية هو الحرس الثوري وفيل القدس. التحالف الذي يرتبط به خامنئي المرشد وقيادة الحرس الثوري هو تحالف كبير وواسع. هذا التحالف هو يسيطر على المال ويسيطر أيضا على الجنود ويسيطر أيضا على السلاح ويسيطر على السياسة. هذا التكوين هو من يسير السياسة داخل إيران. لا أعتقد بأن السياسيين الإيرانيين يستطيعون أن يتحركون خارج هذه السرديات التي يقوم بها الحرس الثوري وخارج هذه الخطوط التي تقوم بها التحالف بيت الإمام. أعتقد بأن توجيه الدعم للحوثيين ومساندتهم بالسلاح وأيضا بالخبراء وبالأسلحة أعتقد بأنه يتم عبر توجيهات من هذه القيادة. القيادة السياسية ليس لها أي عامل موازن أو أخذ آراء بما فيه حتى رئيس الجمهورية حسن روحاني. تصريحاتهم وأحاديثهم لا تنتمي إلا إلى مؤسسة المرشد. وزير الخارجية محمد جواد ظريف خدم أيضا في مؤسسة المرشد. كل هؤلاء هم ينتمون أو ينضمون تحت عباءة المرشد ولا يمكن أن يتحركون في خارجها. لاحظوا أنه خلال فترة أحمد نجاد بأنه حدثت مشاكل كبيرة، لأن أحمد نجاد اعترض بأن المرشد هو من يديره ويتدخل في صلاحياته، وهذه المشكلة ما زالت قائمة في إيران اليوم، بمعنى أن مؤسسة المرشد والحرس الثوري هم من يديرون هذا البلاد، وهم أيضا من بحسب الدستور الإيراني هم من يقومون هم المسؤولون عن عملية تصدير الثورة إلى الخارج. طيب، يعني وفقا لحديثك أستاذ عدنان، الآن هل يمكن الفهم على أن هناك نوع من الحاجة لفهم أكبر لمكونات إيران في التعامل مع اليمن أو من يتعامل مع الملف اليمني بداخل إيران، أم أن بشكل عام السياسة الإيرانية تجاه اليمن ستكون واحدة؟ أعتقد بأن السياسة الإيرانية تجاه اليمن ستكون واحدة ما دام هذا النظام هو من يدير هذه السياسة. النظام الإيراني الدستور في أي بلاد هو الذي يحدد سياسة الدولة كانت داخلية أو خارجية. الدستور الإيراني يؤمن بمبدأ تصدير الثورة، نصت المادة 52 من الدستور الإيراني على أن الحرس الثوري والميليشيات الإيرانية هي من تقوم بعملية تصدير الثورة، هي من تقوم بعملية تفريق الجماعة المسلحة في البلدان، هي من تقوم بعملية إعطاء المنهجية الثورية الكاملة واقتباسها من أجل زيادة النفوذ الإيراني وسيطرتها على منطقة الشرق الأوسط.
نعم. كل هذه الامور اعتقد بانه لن تنتهي الا بعمليه اما ان يتم اطلاق ايران من الداخل، وهذا اعتقد عمليه صعبه ومستمره، الجماعه المعارضه الاخيره بالرغم من عمليه القمع المستمر، او ان يسقط هذا النظام باي شكل من الاشكال. ايضا هناك خيار بانه يتم عمليه عزل النظام الايراني، وعمليه عزل النظام الايراني تتطلب جهودا دوليا وغربيا بالاضافه الى جهد عربي كبير. وخلال الفتره الماضيه منذ الاتفاق النووي الايراني، ايران بدات توسع من انشطتها وعملياتها في منطقه الشرق الاوسط وايضا في شمال افريقيا كلها، وايضا في امريكا اللاتينيه. كل هذه الاتفاق النووي تسبب بان ايران فتح لها مجالات اوسع، بدا لها حضور او قبول دولي اكبر. هذا الحضور الدولي الاكبر الذي يعطي لايران ساهم ايضا في تقويه نفوذ جماعتها في البلدان الاخرى. طيب بحسب رؤيتك ومتابعتك السيد عدنان، الى اي مدى ترى ان الاوساط الايرانيه تنظر الى ما يجري في اليمن وتوسع الحوثيين بداخل البلاد على انه توسع تم ب يعني توسع ايراني في نهايه المطاف؟ كان خطاب قاسم واضح جدا بانه تحدث في اخر مقابلته بانه لماذا يعني النظام الايراني لا يعترف بعمليه دعم الحوثيين؟ قال بانه هذا هو جزء من عمليه المراوغه، هذا الامر يتعلق بمدى فهم الطبيعه الايرانيه، مدى فهم الايراني للسياسه. لكن الجميع يعرف الحقيقه، هي كالتالي بان المقاتلون الحوثيون يتلقون العلاج في مسجد تقي الله. هذا المسجد هو مسجد الحرس الثوري، مستشفى الحرس الثوري الخاص في ايران. نحن ندعمهم، نحن نساعدهم. هذا الفكر الايراني هو تجذر بشكل كبير حتى من قبل، من بدايه عام 2011 عندما ظهر الحوثيون في الساحه. ايران تحاول استغلال عمليه الانتقال الديمقراطي التي عاشتها اليمن من اجل تشعر بانها هذه البيئه المواتيه لعمليه تفجير الثوره من اجل ترسيخها في اليمن. اليمن كانت جزء من النهوض بلاد فارس قبل الاسلام، وحاول الثقافه الايرانيه التي تقوم خلال الفترة الماضية تحاول إعادة دورها الساسانية. هذه الأمور مع الحديث الكبير والمركز من قبل الإيرانيين، هم يعتقدون بشكل جازم بأن باب المندب هو خاضع لسيطرتهم، بأنهم هم يملكون المحورية الكبيرة الموجودة على باب المندب. لاحظ بأنه حتى قائد القوات البحرية تحدث بشكل واضح بأنهم يريدون أن يبنوا قاعدة عسكرية إيرانية على مضيق باب المندب. يتحدثون بشكل بأن هذا النفوذ هو لصالحهم هم، حتى وإن كان الحوثيون يظنون غير ذلك بأنهم يستطيعون أن يتركوا إيران، لكنهم في نهاية المطاف سيخضعون للإملاءات الإيرانية لعدة أسباب، من ضمنها أن إيران استطاعت أن تفرخ أيضا داخل جماعة الحوثي أكثر من تيار، من عليها تيار واحد استطاعت أن تقلب هذا التيار وتعيد القيادة إلى الولاء لإيران. إذن أشكرك أستاذ عدنان هاشم الباحث في الشؤون الإيرانية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك من عدن. بالعودة لك أستاذ محمد، من الملاحظ أو لاحظ كثيرون وانتشرت هاشتاغات على وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك نوع من التبخيس والتحقير جاء في سياق مقابلة سعيد قاسمي تجاه الحوثيين، هل تتفق مع ذلك؟ أولا من الواضح جدا أن الإيرانيين هي ثاني أكبر دولة عنصرية في العالم بحسب باحثين سويديين أجروا استطلاع شمل أكثر من 80 دولة حول العالم، وخلصوا إلى أن إيران وسياساتها وممارساتها تؤكد أنها ثاني أكبر دولة بعد الهند من ناحية العنصرية بحسب هؤلاء الباحثين. إيران قائمة أساساً على يعني أولاً حتى في الدستور الإيراني، بالمناسبة تعقيباً على ما ذكره الأخ الباحث، أنه حتى في الدستور الإيراني الدولة الوحيدة في العالم التي تؤكد على أن دين الدولة طائفي هي إيران، عندما ينص في أحد مواد الدستور على أن المذهب الذي مذهب الرسمي في الدولة هو المذهب الجعفري، وهذا لا يوجد في كل دساتير العالم يعني، رغم أنها تدعي أنها دولة إسلامية. هناك 20 مليون مسلم سني في إيران ممنوعون من التمثيل في البرلمان، لا يحظون بأي فرصة للحصول على مقاعد في البرلمان. إيران منذ 2011 أعدمت 400 سني من قادة السنة في إيران.
لا يوجد في طهران مسجد سني واحد، وبالتالي كل هذه الدلائل وكل هذه المؤشرات وكل هذه الوقائع تؤكد أن إيران هي حتى عندما تتحدث أو تتعامل مع أذرعها في مع أذرعها في المنطقة أو في الدول العربية تتعامل معهم باعتبارها أدوات لتنفيذ مخططاتها ومشروعها التوسعي الفارسي، ولا يهمها بعد ذلك مشاريع هذه الأدوات أو مستقبلها وما يتعلق بعلاقتها حتى بمحيطها الوطني والإقليمي وهويتها. عملت إيران منذ وقت مبكر أولا على ملشنة الجماعات الشيعية للأسف في المنطقة العربية، ثم عملت على تغذية ثقافة الكراهية والتطرف والعنف في هذه الجماعات. بالنسبة لجماعة الحوثيين منذ وقت مبكر استقدمت إيران الآلاف من عناصر الجماعة الحوثية إلى للدراسة في إيران في الجامعات وفي المراكز الدينية الإيرانية في قم، وهؤلاء كانوا نواة لنشر التشيع في اليمن، التشيع السياسي يعني لحساب المشروع الإيراني. ثم بعد ذلك استخدمت الحوثيين والجماعات الأخرى كقفازات لمشروعها، ومع ذلك تتعامل معهم بنفس يعني طيب عنصري كما هو واضح من خطاب طيب هذا. الآن بالنسبة لميليشيات الحوثيين بعد أن يشاهدوا هكذا مقابلة، وما اعتبرته وأنتم اعتبروا كثيرين نوع من التبخيس أو التعامل العنصري من قبل سعيد قاسمي وحديثه هذا، هل برأيك ستكون هناك نوع من التحركات لما يمكن أن يطلق عليه استفاقة لأنصار الحوثيين تتجاوز القاعدة، يعني تتجاوز تبعية ما يمكن أن قول أو وصفه تبعية الحوثيين لإيران واستخدامهم لهم كقفازات في سبيل مشروعها التوسعي؟ على مستوى القيادات هم يدركون أنهم يعني ينظر إليهم على أنهم بهذا المستوى الذي تحدث عنه المسؤول العسكري الإيراني، وأنهم أقل من أن يكونوا شركاء أو حتى أتباع لإيران، وإنما مجرد أدوات تستخدم وينظر إليها على أنهم مجرد عبيد للمشروع الفارسي. على مستوى الأتباع هناك في الحقيقة يمكن وصفهم بالقطيع لمجموعات كبيرة من الأتباع الحوثي الذين فرض عليهم نوع من العزلة الثقافية تجاه الآخر، ولا يتلقون أي مصادر توعية أو معلومات إلا من خلال القنوات المسموح بها من قبل جماعة الحوثيين، وبالتالي هؤلاء يعني لا يمكن أن يعرفوا أو لا يفهموا بالضبط ما الذي يقومون به وأين موقعهم وما هو مستقبلهم، فيتم حشدهم إلى الجبهات والقتال تحت لافتات وذرائع مختلفة. ولا أخفيك أيضا حتى الحوثيون عندما يتحدثون مع أنصارهم يعني لا يتحدثون بشكل واضح عن أنهم جزء من المشروع الإيراني أو الفارسي، وإنما يعني يحاولون الإشادة فقط بالثورة الخمينية وتبجيل الجمهورية الإيرانية، لكنهم لا يقولون بشكل واضح لأنصارهم أنهم جزء من الثورة الإيرانية أو أنهم جزء من المشروع الإيراني. طيب ألا ترى أستاذ محمد أن هناك نوع من يعني هناك طائفة أو جهة أو يعني عدد من الناس بداخل ميليشيات الحوثي أنصارهم أو من يؤيد فكرتهم قد يعني هذه التصريحات قد تستفزهم بشكل أكبر لحد ما يعني يتعاملوا بوطنية أكثر مع ما يجري في اليمن؟ هل من الممكن؟ للأسف الشديد كان هناك بعض الأصوات في الحقيقة بدأت تتحدث عن علاقة الحوثيين بإيران وتستهجن هذه العلاقة، وكان هناك تصريحات لبعض الإعلاميين المحسوبين على الحوثيين، ولكنهم مع ذلك يبدو أنه ينظرون إلى أن مصلحتهم اليوم في اليمن صارت مرتبطة أو مصالحهم وبقائهم ووجودهم مرتبط مع الحوثيين، وبالتالي لا يستطيعون الفكاك عن هذا الارتباط بالجماعة باعتبار أن مصالحهم وبقائهم وبقاء مصالحهم مرتبطة مع جماعة الحوثيين. ربما نشهد انقسامات لكن سننتظر، لكن لا يعول كثيرا في الحقيقة على يقظة
يعني أنصار الحوثيين إذا كان يعني هذه الحوثية هذه الجماعة الآن زجت بآلاف الشباب وقودا لمعارك يعني تحاول تصويرها أنها معارك وطنية أو تضفي عليها طابع وطني أو أخلاقي أو عقائدي، لكن مع ذلك أثبتت الأحداث وتثبت يوما بعد يوم أن هذه الحشود التي تم الزج بها في معارك الجماعة مجرد وقود لمشاريع لا تمت لليمنيين بصلة ولا إلى مصالحهم ولا إلى هوية اليمنيين بأي صلة ولا إلى مصالحهم. أشكرك أستاذ محمد الأحمدي الصحفي، كنت معنا في الاستوديو في حلقة اليوم للنقاش، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزملاء محمد المقبلي ومنصور النقاش وبقية أفراد الطاقم الفني.
اوكي بس لتوكيو مقفول رقم 2. غارة جديدة لطائرات أمريكية على مناطق نوفان وعقبة زعجب في محافظة البيضاء. الحكومة تطالب بضغط عمومي على الميليشيا لتحويل إيرادات المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى عدن. السلطات المحلية في شبوة تعلن حالة الطوارئ في مستشفيات المحافظة لمواجهة وباء الكوليرا.